في البداية مهمة صعبة قوي، المدير الفني للتنس الطاولة، مهمة يعني التركيز العالي طول نقاط المباراة عشان أعرف هقول للاعب بتاعي إيه وعن اللاعب الآخر وعن أدائه هو شخصيا يتعامل معاه إزاي، وده كله في أجزاء من الثانية. يعني هو الصعوبة في الأول في التجهيز للمباريات، لأن أنت برضو على مستوى المنتخبات بتبقى الليفل عالي، يعني طبعا اللعيب بتاعك عالي واللعيب القسم عالي. صحيح. فالأول أنت بتحاول تجهز لعيبتك قبل المباراة، بتشوف القرعة مع مين، بنجيب فيديوهات وماتشات كتير قوي لكل لاعب هنلعبه سواء في مباريات الفرق أو الفردي، بنقعد نتفرج عليها مع بعض وبنحاول ندرس كل صغيره وكبيره في اللعيب اللي قدامنا. دي الصعوبه الاولى، المرحله فيما قبل المباراه، فيما قبل المباراه، اعداد البدني والفني للاعب وايضا تحليل للاعب الاخر. بالظبط. تمام. نيجي بقى في وقت المباراه، زي ما حضرتك قلت كده التغيير بيبقى سريع جدا. يعني انت الليفل العالي ده بتلاقي ان هو زي ما انت بتغير هو كمان بيغير، فانت لازم تبقى قاعد بره شايف التغيير ايه اللي حصلت. يعني لازم تبقى شايفها هو عمل ايه الجيم ده علشان يتفوق، فانا لازم اجهز لعيب بتاعي لما يجي لي ان خلي بالك حصل تغيير كذا، الجيم الجاي لازم نواجهه بالطريقه. فيعني بتبقى اخد وعطى كده بيننا وبين الخصم. بس انت قاعد بتحلل كل سيرف بتلعب، كل ضربه بتتلعب من المنافس ومن صحيح لعبك، فبتبقى محتاج تركيز عالي جدا. سيرف واحد بيفرق. يعني سيرف انت بتكتشف ان في سيرف معين اللعيب بتاعك بيرميه مضايقه، فده نشتغل عليه. بالظبط كده، ده حقيقي. طيب مش عارف، الفرحه الكبيره اكيد طبعا اخيره بطوله افريقيه، بس انا عايز ارجع تاني لما رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيحترم اللاعب المصري وبيحترم قدراته وبيحترم قد ايه الاداء كان مبهر وقد ايه العالم كله اصلا كان بيتحدث عن المنتخب الوطني للرجال وتحديدا لاعبنا عمر عصر، شفت ده ازاي في البطوله الاولمبيه واعدادك اصلا في البدايه منتخب المانيا وانت بتاهلهم واحنا داخلين عارفين ان في اسياد للعبه بس احنا رايحين نعمل حاجه، يعني التاهيل النفسي برضو له دور كبير قوي، يعني عملت معسكر كان مهم جدا في المانيا فيما قبل الاولمبياد، لكن اشتغلت على شغل نفسي ازاي وانا عارف ان رايح في اسود للعبه في متسيدين للعبه بس احنا هنروح ننطح زي ما احنا بنقول. يعني هو فعلا المعسكر بتاع المانيا ده كان نقطه فارقه في اللي بيحصل. يعني احنا اتجمعنا كلنا كلاعيبه رجال وسيدات ورحنا المانيا، اتجمعنا بعمر. عمر عايش في المانيا، بيلعب في الدوري الالماني فرنسا وبعدين المانيا وبعدين فرنسا تانية. فالاعداد ده كان اعداد نفسي لعمر هايل، يعني قبل البطوله مجرد ان احنا كلنا موجودين معاه هناك كان باين من التمرين ان عمر هيعمل حاجه. هي ايه بالظبط مش عارف، يعني انا مش قادر اعرف. انا متذكر الكلمه دي على فكره. انت حضرتك قلتها قبل كده، حصل باين ان هو هيعمل ان هو هيعمل حاجه. ودي بشهاده كل اللي كانوا موجودين الالمان واللعيبه زمايله وكده. وفعلا لما رحنا الاولمبياد القرعه وقعته في طريق صعب، وده متوقع لان كل الطرق صعبه في الاولمبياد، اي طريق هيبقى صعب. عندنا اللعب علشان نكسب ميدالية، عشان اللعيب يقدر يكسب ميدالية محتاج انه يكسب 5 مباريات على 5 لاعبين مصنفين ابطال عالم. يعني فدي صعوبتها. يعني انت عمر عمل انجاز انه فاز على 3 رانكينج اعلى منه بكتير، ووصل انه خد 5، عشان يطلع 3 كان لازم يكسب مالونج اللي هو الصيني في دور الثمانية ويخش السيمي فاينال يكسب، أو لو خسر يلعب على الثالث والرابع يعني. فدي كانت الصعوبة. لكن هو عمر بأدائه في البطولة دي زي ما كسب احترامنا كلنا، كسب احترام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وفي سابقة يعني ما بتحصلش كتير انه طلب عمر انه يبقى قاعد جنبه في المدرجات في المباراة النهائية، وحصل ان هو اداله هدية ساعة، وعمر اداله هدية برضو علم مصر وتذكار كده يعني من مصر، واتصور معاه. ودي كانت يعني اكبر في حديث دارت قالوا له انا في حديث دار عمر قال لك ايه عمر عمر بيحضر نفسه كويس قوي، دماغه ما شاء الله عليه.
هو طبعا الراجل ألماني وعمر عايش في ألمانيا فبيعرف يتكلم ألماني برضه. فبدأ يدور على الراجل ده أصلا لعبته إيه وبطولاته في إيه وكده، فعرف إن هو كان لعبة السلاح وأخد ميدالية قبل كده أولمبية، فدخله برضو من المدخل ده. فالراجل أعجب بيه جدا وبشخصيته طبعا. كمان فده يعني كان الحديث اللي ده خلى فيه حوار ان هو بس جاي يشترك على أدائك بالظبط، يعني يبقى حاجة صامتة يعني. صحيح، فده ذكاء من عمر بالتأكيد جدا يعني. جدا جدا يعني. فكانت خطوة إيجابية أعلنت عنها التنس الطاولة المصرية في الأولمبياد، إن أنا أوصل بالحد ده وبالشكل ده، وأقول رسالة إحنا قادمون بشكل أو بآخر في ظل التواجد الغير عادي وغير طبيعي للصيني. برضو الناس هتقول طب ليه احنا كل شويه بنقول من الصين وهم طب احنا فين، ليه ما بنحاولش نعمل ده؟ عايزين نوضح للناس، انا ممكن اكون عارف بس يعني حابين نوضح ده من خلالك يعني. الصين التنس الطاوله عندهم مش بس لعبه شعبيه يعني، اصل انت ممكن تبقى هي لعبه شعبيه بس ما تبقاش بالاهتمام ده والسيطره دي برضو والموهبه دي. لكن هم الصين عندهم التنس الطاولة دي مادة من الدراسة، بيدرسوها في المدارس بكل أبعادها، سواء اللياقة اللي محتاجاها، فنياتها، بالإضافة إن هم برضو بيتمتعوا بصفات جسمانية وذهنية ملائمة جدا للعبة يعني. عندهم رد الفعل سريع جدا، أجسامهم كلها بطبيعتها يعني خفيفة، عضلات الرجلين مناسبة جدا للعبة. فعلشان كده هم متقدمين، بإضافة ان هم طبعا التدريب اليومي ثلاث مرات كل يوم، صبح وبعد الظهر ومساء، شغلانته وظيفته زي ما بيقولوا يعني بالظبط كده. فدي مديالهم طبعا.